صباح الخير مشاهدينا، وصلنا اليوم لفقرة التغذية الصحية، وموضوعنا اليوم جدا مميز ويخص شريحة كبيرة من الناس. موضوعنا عن حساسية الجلوتين. يمكن في أحد من أفراد أسرتكم أو أحد أنتم تعرفونه يكون ماشي على نظام خالي من الجلوتين، لما تشوفون أن أنتم قاعدين بجمعات أو طالعين بمطعم يضطر أنه يطلب وجبات ما تحتوي على مادة الجلوتين. الجلوتين هو عبارة عن بروتين القمح، كثير من الناس عندهم حساسية منه أو سوء هضم يؤدي إلى بعض الاضطرابات والاضطرابات والمشاكل خاصة في الجهاز الهضمي. عندنا اليوم ضيف من شركة المطاحن الكويتية الأستاذ يوسف الشرقاوي، مساعد رئيس مخبز صبحان. راح ندردش ونسولف أكثر على موضوع حساسية الجلوتين وشلون شركة المطاحن الكويتية قاعد توفر منتجات للشريحة هذه من الناس. صباح الخير أخوي يوسف. صباح النور، يا هلا والله، يسعدني وجودك. شكرا لوجودك اليوم معنا. ومثل ما قلت أن اليوم موضوعنا عن حساسية الجلوتين، وإحنا عارفين أن نسبة الناس اللي قاعد يصابون في حساسية الجلوتين أو الناس اللي عندهم مشاكل اللي هو مرض السيلياك أو هو عبارة عن مرض مناعي يأثر في عملية هضم الجلوتين، وبالتالي تطلع عليهم أعراض لازم يظلون طول حياتهم على النظام هذا اللي خالي من الجلوتين. في مبادرة جميلة ومؤخرا صارت من شركة المطاحن الدقيقة أن هي طلعت بعض المنتجات اللي هي تعتبر خالية من البروتين، فياريت تكلمنا عن المبادرة هذه. نعم، طبعا كانت مبادرة بناء على مسؤوليتنا الاجتماعية. وجدنا أن في شريحة من هذا المجتمع يعني يعانون، ما يقدرون يستهلكون معظم المأكولات اللي موجودة، يعني نتكلم المحروم من منتجات القمح اللي معناته محروم من أنواع المعكرونية، من ممنوع من الفطاير، من السندويشات بشكل عام. فأحيانا نكون منهم أطفال وودهم أنه يعني يأكلون مثل باقي البشر. صحيح، خاصة أن أغلب الأكل فيه قمح، فهو بروتين القمح. أنت قاعد تتكلم عن الصمون، قاعد تتكلم مثل ما قلت عن المعكرونة، عن المطاعم السريعة، قاعد تتكلم عن البسكوتات، عن الكاكاو. ففعلا شريحة كبيرة من الناس تواجه مشاكل في أنه يوفرون لأطفالهم مثل هذه المنتجات الخالية من الجلوتين. اي نعم، فبعد ما ارتأت الشركة أن تدخل في هذا المجال، طبعا هذا مجال جديد بشكل عام في العالم، فقامت دائرة المختبرات والجودة عندنا في البحث والتطوير لمدة 3 سنوات، لأن عشان يجدون بديل عن القمح. يعني أنت اليوم لما تحاولين تلقين بديل عن الطحين نفسه، فتدخلين في البقوليات مثل النخي والباجلة والطحين والذروة، كل هذا عشان الواحد يوصل مثل نتيجة المنتج خالي من الجلوتين. صحيح. ففعلا، وكذلك سافروا إلى أوروبا عشان يشوفون أفضل المعدات وخصيصا حق هذا المنتج، وفعلا بفضل الله عز وجل تم افتتاح هذا المصنع، مصنع عالي متكامل، وفضل الله عز وجل دخلنا السوق الكويتي بأربع منتجات اللي هو التوست، الصمون، خبز الهامبرجر والكب كيك. وبس حب نقول حق المشاهدين ان فكره ان هو انشاء مصنع مختلف، لان هو ما يصير يكون في نفس المصنع نطلع توست او خبز اللي هو القمح، ويكون في لاين مختلف في نفس المصنع للمصنع للجلوتين فري، كونه انه يصير في تلوث ما بين. فحتى المعدات، حتى المكاين، حتى الاشياء، اي شيء بسيط موجود في المصنع المفروض ما يستهلك نفسه في منتجات جلوتين، منتجات خالية الجلوتين. هم هذه ملحوظه حق الامهات، اذا عندك طفل عنده حساسيه من الجلوتين، فانت ما يصير تستخدمين نفس الصحون او نفس الكفاش او نفس الاماكن بالمطبخ تجهزين فيها طحين عادي حق الفطاير العاديه، او طحين ثاني خاص اللي هو طحين الذره او غيره حق طفلك اللي هو يعاني من البروتين، لانه يعاني من الجلوتين حساسيه منه، لانه يصير فيه اللي هو موضوع تلوث. فشركه المطاحن الكويتيه انتجت او طلعت مصنع خاص منعزل تماما عن المصنع العادي اللي قاعد يطلع الخبز مخبوزات اللي نشوفها. فعلا، بالإضافة إلى احنا تطبيق نظم الايزو 22000 والهاسب في سلامة الغذاء وعدم تلوث المنتج هذا من الطحين والى اخره. مثل ما تفضلتي، حتى الفريق والطاقم اللي يشتغل في الانتاج هذا مختص فقط لهذا، ولا يعني يدخل في المصانع الاخرى. ممتاز، فيعني الموضوع معزول تماما، يعني المنتج اللي يطلع خالي من البروتين هو فعلا موجود في مصنع ما في اي شيء فيه جلوتين في المصنع هذا، وبالتالي ما في اي تلوث. نبي بس نقول حق المشاهدين اللي ما يعرفون عن موضوع حساسية الجلوتين، فهو في نوعين من الناس، يعني ان هم عندهم فعلا حساسية فهو ما عنده مرض خلينا نقول، لكن وجود الجلوتين في أكله اللي هو موجود في القمح، موجود في المعكرونة، موجود في الشعير، موجود في البرغل، هذه كلها تعتبر مصادر للجلوتين. بسبب الحين هم يمكن أكيد عندك فكرة طريقة تصنيع الخبز بالأيام هذه ما عادت نفس قبل، فهم أصلا قاعد يضيفون
الجلوتين او اللي هو بروتين القمح في المخبوزات عشان يكون طري اكثر، كونه ان الجلوتين في يعطي مرونه حق العين نفسه. صحيح. فيكون في استساغه اكثر للناس، فنسبه الجلوتين اصلا زادت في اكلنا مؤخرا. نعم. وبالتالي الناس اللي الجهاز الهضمي لكثير من الناس ما يتحمل وجود كميه كثيره من الجلوتين. نعم. فتطلع عليه اعراض حساسيه، فهذه اول شغله اللي هو حساسيه من الجلوتين ما يتحملون الناس ياخذونه. وفي النوع الثاني اللي هم اللي يعانون من مرض السيلياك اللي هو عباره عن مرض مناعي. نعم. يسبب في انه يكون في جدار الامعاء عندها خلل في موضوع كيفيه التعامل مع الجلوتين، فتبدا عليهم بعض الاعراض اللي هي مثل دائما انتفاخات او دائما غازات ما بين اسهال وما بين امساك. نعم. اللي عندهم اكزيما تكون جدا سيئه، وامس يمكن بالمناسبه احد من اهلي بطفله صغيره عمرها 5 سنين. نعم. تعاني دائما من الانتفاخات وهي يعني من زمان عندها اكزيما. نعم. فكنت اقول حق امها ان تقول لي سميه ليش بطنها دائما منتفخ؟ أي. فقلت لها جربي على نظام خالي من الجلوتين، وبالفعل خذت اللي هو التوست والخبز والصمون اللي ما في جلوتين. نعم. اليوم امس البنت جت عندي قالت لي انا ترى على جلوتين فري دايت. نعم. والاكزيما وايد خفت فعلا، الاكزيما بجسمها خفت. نعم. لان ايضا من اعراض اللي هو حساسيه الجلوتين. نعم. ان الاكزيما تكون قويه في، او ان حتى مشاكل جلديه تبدي تطلع. نعم. على الجلد، صداع نصفي ايضا ممكن يكون سبب من اللي هو الجلوتين، قلت اللي هو الام مشاكل في. نعم. الجهاز الهضمي، ايضا في ناس اللي عندهم توحد. نعم. او عندهم فرط النشاط الحركي يحتاجون يكونون على نظام خالي من الجلوتين، فهو. صح. في شريحه كبيره. صح. من المجتمع بالفعل تحتاج انها تكون على النظام هذا اللي هو خالي من الجلوتين. في بما انك ذكرت المعكرونة، ففي لاين معكرونة في شركه المطاحن الدقيقه اللي هو خالي من دقيق خالي من الجلوتين ولا بعد؟ احنا حاليا مستمرين في البحث والتطوير في شنو المنتجات القادمه ان شاء الله راح ننزل فيها. طبيعي احنا حاليا بلشنا حتى في عملية التصدير كذلك من باب الخدمة والمسؤولية الاجتماعية. ممتاز. فإن شاء الله داخلين دول الخليج عشان نحل المشكلة اللي عندهم كذلك. وهذه أيضا يمكن مبادرة جميلة، لأن المصانع الثانية خاصة سعر دائما المنتجات اللي خالية من الجلوتين يكون جدا مبالغ فيها. نعم. فشركة المطاحن الدقيقة هم يعني نسبيا سعره يكون وايد أنسب من اللي هي المنتجات الثانية الخاصة، كون. نعم. أن أي منتج اللي هو يستهدف شريحة معينة. نعم. يكون سعره تقريبا غالي نسبيا مقارنه. صحيح. بالاكل العادي. نعم. فالمنتجات اللي موجوده تطرحها شركه المطاحن هي. نعم. مثل ما قلت عباره عن اللي هو الصمون العادي. صحيح. وايضا في هنا اشوف صمون الهمبرجر. نعم. طبعا كله مكتوب عليه جلوتين فري. نعم. فهو هذا الام او الاب اللي يمين يشترونه. نعم. يقدرون انه يدققون عليه. نعم. وايضا في التوست. نعم. فايضا في تشكيله من المنتجات. نعم. وفي هني الكب كيك بعد. نعم. كله خالي من الجلوتين. نعم. شنو الطحين اللي يستخدم؟ هل هو طحين القمح منزوع من الجلوتين؟ لا. ولا هو. نعم. اي نعم، احنا طبعا عشان نستبدل طحين القمح ندش بخلطات، يعني هو مو طحين واحد، اكثر من طحين، يمكن يصل الى 6 أو 7 انواع من طحين الرز ونوع معين، طحين من البقوليات مثل العدس، من الذره، من بعض المنتجات صويا، فعشان نقدر نطلع هذا المنتج يعني يكون خالي من الجلوتين. ويمكن لانه معروف ان غالبا الطحين اللي خالي من الجلوتين تطلع المنتج نفسه يتكسر بسرعه. نعم. او يطلع وايد يابس، فيمكن من هنية الفكره انه خلط طحين لكذا نوع عشان بالضبط. بالنهايه نعم، عشان نقدم بالنهايه يعني منتج ذات جوده. وحتى يعني المستهلك يستمتع وهو بالنهايه، يعني هذا اكل الواحد وده يستمتع وهو ياكل هذا الاكل. لهذا السبب احنا يعني توجهنا التوجه هذا، وحرصنا كذلك لما تشوفين منتجاتنا كلهم في نفس اللون نفس النمط، عشان سهل على العميل انه يشتري المنتجات خالي من الجلوتين ولا انه يشتري بالغلط منتج اخر. فهو كله قصدك انه صاير محطوط الليبل عليه انه هو اصفر، فهو مختلف. نعم. عن الباكجينج العادي للصمون العادي والخبز العادي. نعم. وبالتالي يسهل على ان الواحد ما يتلخبط لما يروح. بالضبط. يشتري منتج ما بين الجلوتين فري او المنتج. بالضبط. العادي. والتعبئه كذلك تشوفين يعني شكل التعبئه مميز يعني. ما بالضبط لاحظت انا اشوف ان كل يعني مثلا الصمون العادي كلهم محطوطين بكيس واحد لازقين ببعض. صح. بس الفكره هنا جايه ان كل واحد
بروحه. نعم. فهل في له سبب خاص كون ان انتم عزلتوا اللي هو المخبوزات؟ اي نعم، لان بامكان العميل انه يفتح فقط خبزه واحده ويستهلكها والثانيه تظل طازجه ما فتحها، فما يخسر هذه الخبزه. فهذه التكنولوجيا الجديده في الخبز وبالتعبئه. ممتاز. اللي تبنيناها. واظن هم يعني في له سبب مهم، انه يمكن لو انت كانوا كلهم الخبز موجودين في تشيز. نعم. واحد. نعم. وفتحته وحطيته بالثلاجه مع تشيز خبز ثاني. إيه نعم. هم مفتوح راح يصير فيه اللي هو تلوث او الكروس كونتامينيشن، تطلع الجلوتين من منتج لمنتج. صح. فهم هذا حمايه اكثر حق انواع الخبز، انه لما انت تبطله وتخزنه في مكان. نعم. أي في خبز عادي او القمح عادي. صح. راح يصير فيه اللي هو تداخل الجلوتين. طبعا اذا دش شويه جلوتين لشخص مصاب بالحساسيه، خاصه لو الحساسيه كانت وايد عاليه عنده. نعم. ممكن على طول تطلع عنده بعض الاعراض، وخاصه الناس اللي عندهم اللي هو موضوع السيلياك. صحيح. او اللي هو مرض السيلياك. ما يتحملون حتى لو ذره جلوتين جت على اكلهم، ممكن تبدي تطلع عليهم. نعم. الاعراض. وهم بالمناسبه حابه اقول بس معلومه صغيره، الاطفال او الاشخاص اللي مشخصين بمرض السيلياك ويقول لك انا قاعد اكل منتج فيه جلوتين بس ما قاعد تطلع علي اعراض، هو مو بالضروره تطلع عليك اعراض طالما انت شخص بمرض السيلياك، لان وجود الجلوتين راح يدمر اكثر من جدار الامعاء، وبالتالي راح تطلع عليه مشاكل مستقبلا. نعم. تدمير جدار الامعاء بسبب الجلوتين يؤدي الى سوء امتصاص، فتلاقي شريحه هذه من الناس عندها. صحيح. فقر بالدم، عندها الهيموغلوبين نازل، عندها نزول مثلا، عندها نقص ايضا في الكالسيوم والمغنيسيوم وكثير من المعادن، لان التاثير الامتصاص عندها يقل، وايضا في شريحه ينزل وزنهم هذيله، خاصه اذا كان عندهم حساسيه الجلوتين. صحيح. جدا عاليه. يمكن هم اخر شيء بنتكلم انه يمكن الحين الناس تتساءل شلون انا اعرف اذا انا ابي او انا عندي حساسيه من الجلوتين ولا. صحيح. لا، اذا انت كنت شاك فممكن تسوي تحليل الحساسيه العادي اللي هو اسمه الاي جي جي فود الرجي تيست، فيشوفون يسوون عن طريق تحليل دم هل انت عندك حساسيه من الجلوتين ولا لا. اذا طلع في حساسيه فانت توخر عن جميع منتجات الجلوتين. صحيح. الشغله الثانيه اللي هو تشخيص الناس اللي شاكين انه هو فيهم سيلياك، غالبا يكون مصاحب لامراض ثانيه لها علاقه بنقص او بالمناعه الذاتيه مثل النوع الاول من السكر، فهم يسوون منظار علوي وياخذون جزء من الامعاء يسوون لها تحليل، وبالتالي يطلع ان الشخص هذا عنده سيلياك ولا لا. فاذا كان عنده سيلياك لازم يوقف عن منتجات الجلوتين. اشكر وجودك وايد اخوي يوسف اليوم في صباح الخير يا كويت، وهذه اهم شغله حق الناس اللي اذا عندكم اي شخص عنده حساسيه من الجلوتين او عنده بعض الاعراض اللي انا ذكرتها، ممكن انتم تسوون فتره تجربه ان تخلونه على نظام خالي من الجلوتين لمده 30 يوم تمتد الى 3 أشهر، وبعدين اللي تدون الجلوتين مره ثانيه. اذا ردت على الاعراض معناها الشخص هذا ما يتحمل الجلوتين ولازم تشيلونه من اكله. الشغله هذه تكون بقيه الحياه، ما هو فتره مؤقته بس. اتمنى للجميع الصحه والسلامه، وان شاء الله تكملون او نكمل معاكم في البرامج الاخرى من صباح الخير يا كويت. مع السلامه.